هل تصدق أن رجلاً ضاعف ثروته بإنفاقها؟ ما سر المبالغ الطائلة التي تضاعفت بعد خطة الثراء؟ وإذا كانت تلك خطته السرية، فلماذا لم تنجح مع بقية أثرياء العالم؟ هو الملياردير البريطاني سير كريس، وهو المصنف واحداً من أغنى أثرياء العالم. يمتلك كريس ثروة كبرى، وقد احترف خطة سرية لمضاعفة ثروته أضعافاً كثيرة، حيث تتجاوز ثروة الملياردير البريطاني 6 مليارات دولار أمريكية. وقد انتهج طرقاً غريبة للحفاظ على تلك الثروة لدرجة أثارت دهشة المصارف التي يتعامل معها. تعود قصة الثروة الطائلة إلى ما يعرف في بريطانيا بصندوق التحوط، والذي قرر كريس التبرع على مستوى اللحظة، حيث يصل معدل تبرعه إلى مبالغ تتجاوز 100,000 دولار في الساعة الواحدة. فيما كشفت تقارير بريطانية أن سر ذلك الثراء الكبير يعود إلى تجارب الرجل في مضاعفة المال عن طريق التبرعات، وفق تقرير لمجلة الرجل. إن وضع طبق طعام كبير أمام صغار يريدون تناول الأكل وقد تم إشباعهم، فتلك هي المتعة الكبرى. مع الوقت أصبح الرجل هو الأكثر كرماً في بريطانيا، ووصلت معدلات التبرع إلى أكثر من 1.5 مليون دولار في الأعمال الخيرية والإنسانية، وأصبح مشهوراً بأنه أبو الكرم، حيث أسس صندوقاً لمساعدة الصغار، وأصبح يستمتع بمشاركة الطعام معهم، ويريد أن يعلو برسالته إلى معان روحية لتغيير إدراك الناس للقيم الإنسانية. قرر كريس أن يعيش حياة مختلفة عن حياة بقية أثرياء العالم المعروفين بحياة الترف والترفيه. الحياة التي عاشها كريس لوالد يعمل في صيانة السيارات وأم تعمل في مجال السكرتارية ودراسة الاقتصاد جعلت منه متفرداً بأسلوب مميز في إدارة حياته وشؤونه الاقتصادية. وبدأ حياته الاقتصادية في العمل في وول ستريت، وظلت أزمة المحتاجين حول العالم تؤرقه ليلاً نهار. وقد اتخذ قراراً غريباً في تعاطفه مع أصحاب الحاجة حول العالم. قرر كريس الامتناع تماماً عن تناول اللحوم لمدة وصلت إلى 20 عاماً متصلة في رسالة إنسانية. وتتضاعف الثروة ويتزايد المال، وتبقى نظرية كريس، ولعل رسالته تصل سريعاً إلى أصحاب الأموال والأثرياء حول العالم في الدول كافة، بحيث ينظرون بعين الرحمة إلى ذوي الحاجة بما يضمن مد يد العون لهم ومساعدتهم. ولعل ذلك المنهج يجد طريقاً إلى أذان الأثرياء ليدركون الطريق الحقيقي إلى زيادة المال ونمائه.